انا سعيد جدا من التجمع ده، ربنا يديم علينا النجاح، ربنا يديم علينا الامن، ان احنا زي ما انت شايفه كده كلنا متجمعين، كلنا مبسوطين بنجاح بعض، فربنا يديم علينا يا رب النجاح وكل سنه وانتم طيبين. يعني الفن ده شيء ممتع جدا، الابداع بيتقدر. بشكر جدا جدا جمهور السعودي واهل السعوديه وجوي اوارد لتقديرهم وتكريمهم لكل الفنانين المبدعين واللي ليهم قيمه وتاريخ وتشجيعهم الدائم، وسعيده جدا جدا ان احنا بنستمتع وبنشوف كل الفنانين من الوطن العربي. نانسي انا سعيده جدا جدا انها يعني عملت الاغاني في فيلم مقسوم، وبتفائل بيها جدا، هي محبوبه للعيله والمصر كلها. مبسوطة أكيد، يعني كل مهرجان في عالمنا العربي قوي وله اسم في العالم، ده شيء بيشرفنا كلنا. خلاص مش لحق رمضان، بس هبتدي أصور مسلسل بعد رمضان مباشرة. عندي فيلم حاليا، يعني بعد أسبوعين نبدأ تصويره، يا رب لو لحقنا نخلص إنه يعرض على العيد هكون مبسوطة كتير. الفيلم اسمه الحب كله.